سنة تانية مراجعة سريعة الخصائص الكيميائية للفلزات ولا فلزات. مراجعة سريعة، ركز معايا في امتحان فصلي. الفلزات اخدنا مع بعض الفلزات، كان مثال ايه هو المثال اللي اخدناه؟ المغنيسيوم. ام جي اللي هو المغنيسيوم. اخدنا مع بعض يعني ايه خواص كيميائيه، يعني هنشوف الفلزات بتتفاعل مع الاحماض ولا لا، تتفاعل مع الاكسجين ولا لا، الاكاسيد بتتفاعل مع الميه ولا لا، ونفس التفاعلات هي ناخدها مع اللافلزات ونشوف الفرق بين الاثنين. يا زياد ركز معايا، الفلزات يا زياد لما تتفاعل مع الاحماض المخففه، خدنا مع بعض مثال الحمض المخفف كان حمض ايه؟ الهيدروكلوريك. حمض الهيدروكلوريك ايه ظروف التفاعل يا زياد؟ بيكون ايه؟ مخفف، دل يعني مخفف. خلي بالك لو نسيت دل في الامتحان هتاخد زيرو مرتاح، تاخد صفر وانت مرتاح، تمام؟ مركز معايا. لا مش دي بس كده، دل يعني مخفف، دي ظروف التفاعل. يعني حضرتك لو حطيتي ام جي زائد اتش سي ال، ممكن يكون الاتش سي ال ده مركز، يعني محلول، يعني حمض مركز. غلط. تعرفيه ان الحمض اللي انت حطاه ده مخفف، فاهمه ازاي؟ فده ظرف التفاعل، تعرفي انا بنعمل ايه ظروف التفاعل دي. ممكن يكون في تسخين في درجه حراره الكلام ده، لكن عندك هنا مخفف. يبقى الام جي المغنيسيوم فعلته مع الاتش سي ال حمض هيدروكلوريك في ظروف التفاعل اللي هو الحمض مخفف، يديني ايه؟ محلول الملح اللي هو كلوريد المغنيسيوم، ويتصاعد غاز ركز غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقعه. يشتعل بايه؟ فرقعة. يبقى تاني لما اقول لك اكتب تفاعل الفلزات مع الاحماض المخففه تقول لي نفترض ان الام جي الفلز ام جي زائد اتش سي ال في ظروف التفاعل ده بيديني ملح الفلز اللي هو ام جي سي ال 2 زائد الهيدروجين اللي هو غاز بيشتعل بفرقعه. اقول لك اكشف عن وجود غاز الهيدروجين، ازاي نكشف؟ ان طلع بتقريب عود ثقاب الى الانبوبه نجد ان الغاز بيشتعل بايه؟ بفرقعه. تسمع صوت الغاز وهو بيفرقع كده، تمام؟ تمام. يبقى انا عرفت ان اللي طالع ده غاز من الهيدروجين. تاني تفاعل معايا يا احمد عمر، تتفاعل الفلزات مع الاكسجين الهواء الجو ولا لا؟ ناخد معايا كده شريط مغنيسيوم ونحطه كده في الهواء اللي احنا عايشين فيه ده. احنا عايشين في الهواء صح ولا لا؟ في الهواء سوا، تمام. يبقى انا خدت الهواء ده، خلي بالك انا لو خدت شريط المغنيسيوم حاطه في الهواء العمر كله ما يتغيرش، لازم شرط التفاعل اللي هو التسخين، لازم تسخن. شوف مهم ازاي. يبقى انا خدت المغنيسيوم حاطه في الهواء العادي بتاعنا، بس نسخن التسخين. بعد التسخين بيديني مسحوق ابيض اللي هو ايه؟ اكسيد المغنيسيوم. اكسيد ايه؟ مغنيسيا. اكسيد فلز بندلع بنقول له ايه؟ بندلع بنقول له ايه؟ يبقى تمام خالص، انا خدت المغنيسيا فعلته مع الهواء الجوي في ظروف التفاعل التسخين، عطاني مسحوق ابيض اللي هو اكسيد المغنيسيوم، يعتبر اكسيد اكسيد فلز بنقول له يمين يا قاعدي. ناخد عامنا القاعدي نديله شاور سريع كده، الام جي او مع الميه، ناخد الاكسيد القاعدي الفعله مع الميه نشوف ايه اللي هيحصل، يا ترى هيدوب في الماء ولا لا؟ تيجي نبص مع بعض. انا اخدت الام جي او وفعلته مع الميه، ايه اللي حصل؟ دب ولا لا؟ اتحول الى محلول ايه؟ برافو عليكم. يبقى عرفنا مع بعض الاكسيد القاعدي لما يدوب في الميه بيتحول الى محلول قلوي. محلول قلوي. محلول قلوي. يبقى الاكسيد القاعدي لما يدوب في الميه بيتحول الى محلول قلوي. طب يا ترى يا حلوين معايا كل الاكاسيد القاعديه بتدوب؟ لا. مش كل الاكاسيد يا مس. لو المحلول دب في الحال ده بنسميه محلول قلوي، لو الاكسيد القاعدي دب معايا في الحاله دي بنسميه محلول قلوي، لو ما دبش فانت خلاص مكانك كده قاعدي زي ما انت. يبقى عرفنا مع بعض، سؤال جه لك في الامتحان علل، ليس كل القواعد قلويات ولكن كل القلويات قواعد. ليس كل القواعد تدوب في الماء ولكن كل القلويات. برافو عليكم. يبقى الاجابه صح، لان ليس كل القواعد بتدوب في الميه ولكن كل القلويات تدوب في الماء. يبقى اللي بيدوب في الميه يا مس في الحاله دي بنسميه قلوي، اللي بيدوب في الميه في الحاله دي بنسميه قلوي، بنسميه ميه. صباح الفل عليك. تمام، خلصنا يا شباب معايا الفلزات، وعرفنا تفاعل الفلزات مع الاحماض المخففه ومع الاكسجين ومع الاكاسيد الفلزيه مع الميه. دي حته ركز معايا. طب نيجي مع بعض نشوف اللافلزات. اخدنا مع بعض العنصر كان اسمه كربون. كان اسمه، عارفين الكربون هو الفحم، عارفين الفحم بتولع فحم للنهار انت، تمام تمام. طيب بناخد مع بعض اللافلزات نفعلها مع الاحماض المخففه. ركز معايا زياد، اخدنا عمك الكربون فعلناه مع حمض الهيدروكلوريك المخفف الايه؟ المخفف. ركز معايا عسل، اتفعل؟ لا لا ياخد استفاء. حطيتها 100 سنه، حطيت الكربون 100 سنه
فحمض الهيدروكلوريك المخفف ولا حياة المنتوناتي ولا سمعني اصلا لا يحدث تفاعل. ماشي؟ عشان لما اقول لك عايزه اعمل تفرقه ما بين المغنيسيوم والكربون قول لي حط المغنيسيوم في حمض الهيدروكلوريك المخفف بيديك ملح الحمض ويتفاعل ملح الفلز ويتفاعل غاز الهيدروجين. اما هنا لا يحدث اي تفاعل، بيكون في مقارنات. مراجعه سريعه ركز معايا. طب بعد كده تعالوا نفعل مع بعض اللا فلزات مع الاكسجين. حط الكربون في الهواء ولع وسخن. ركز معايا، اصل انا لو جبت حته الكربون حطيتها في الاكسجين في الهواء، ما هي الكربون الاكسجين يعني الهواء اللي احنا فيه، هات حته الكربون حطها في الهواء العمر كله هتتغير؟ لا. ولع، عارفين انتوا الفحم لما تولعوه كان بنولع فحمايه، صح ولا لا؟ ولعها كده يطلع لك غاز ثاني اكسيد الكربون CO2. ثاني اكسيد الكربون ده اكسيد قاعدي ولا حامضي؟ حامضي. اوكي ركز معايا كويس خالص، يبقى ثاني اكسيد الكربون ده اكسيد حامضي. تيجي ناخد الاكسيد الحامضي نديله شاور شويه ميه نشوف هيدوب ولا لا. ايوه داب. يبقى الاكسيد الحامضي لما يدوب في الميه بيديني حمض الكربونيك. حمض الايه؟ الكربون. ايه رمز حمض الكربونيك؟ H2CO3. H2CO3 محلول حامضي. يبقى ده الفرق ما بين الفلزات الخواص الكيميائيه والخواص الخواص الكيميائيه الفلزات ولا فلزات.